بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والظالمين لهم والناكرين لفضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد. قال المولى الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. لأجل تلاوة هذه الآية المباركة من سورة آل عمران، طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. تكلمنا في محاضرة سابقة على أن أنواع الروابط أو الروابط تنقسم إلى قسمين: رابطة فردية ورابطة زوجية، رابطة ذات بعد واحد ورابطة ذات أبعاد متعددة. الرابطة الفردية مثلا الإنسان يحب السفر، فهذه رابطة فردية تتعلق بالشخص نفسه، يحب السفر بعد ما يحتاج إلى شرط آخر، فهو يستطيع أن يفرغ ينظم وقته ويجمع أمواله ويسافر إلى أي جهة يحبها، فتلك الجهة غير عاقلة حتى تقبله أو ترفضه. مثلا الإنسان يحب طعام، هذا الحب من جهة واحدة، فالطعام لا يملك أن يرفض هذا الشخص. أما هناك علاقات مزدوجة يعني يدخل بها أكثر من طرف، مثلا العلاقة الزوجية، يشترط مثل ما الزوج يحب زوجته لابد أن يكون حب من الزوجة باتجاه زوجها، فإذا ما توفرت هذه الرابطة بطرفيها يفشل الزواج. يعني الزوج لو ما كان يحب زوجته وفرضت عليه، لو تشعل العشرة شمع يبقى هو ما قابل عليها، ولو رفضت الزوجة زوجها مهما يحاول أنه يجمع بيته ويحاول أن يزرع السعادة والكفاية في البيت، ما زال الزوجة ليست على قلب زوجها فهذا البيت لا تقوم له قائمة ولا يمكن أن ينجح. لما تختار صديق لابد أن هناك تقابل، مثل ما أنت تحبه هو يحبك، مثل ما تحضر مرضه وجنازته وحاجته كون هو هم يحضر، أكو تبادل. وإلا إذا أنت تحب صديقك وهو ما يحبك تفشل هذه العلاقة. الجار مع الجار لا يمكن أن تكون علاقة جوار تامة إذا ما أكو تقابل من الطرفين، وهكذا تنسحب على جميع المستويات. الحكومة إذا تحب شعبها والشعب ما يحب الحكومة ما تنجح، لابد أن يكون هناك تقابل بين الطرفين حتى تنجح العلاقة. ننقل هذا النظرية أو هذا الكلام على علاقة الإنسان بربه، هذه علاقة زوجية ليست علاقة فردية. لا يكفي أنك أنت تحب الله جل وعلا أو أنت راض عن الله، المهم أن الله جل وعلا يرضى عنك، المهم الله يحبك. إذا أحبك الله غفر لك ذنوبك وتجاوز عن سيئاتك وأعطاك ما تشتهي وتريد. كذلك علاقتك بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يجب أن تكون علاقة زوجية. نعم أنت تريد النبي، تحب النبي، تريد النبي يشفع لك، ولكن إذا النبي ما أحبك، النبي ما عرفك، هذه العلاقة تفشل. كذلك على أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك إخواني أحبائي، يجب أن نبحث في ذات المقابل ماذا يحب حتى نستطيع أن نتقرب إليه بتلك المحبوبات.
الآن من نصائح البدوية لما تنصح بنتها شو تقول لها؟ يعني جامعة تقول لها بنتي إذا تريدين تكسبين قلب زوجك، إذا تريدين تكسبين قلبه احببي ما يحب وإن كان غير محبوب بالنسبة إليك، احببي ما يحب وإن كان غير محبوب، احبي ما يحب وإن كان غير محبوب، واكرهي ما يكره وإن كان غير مكروه، حتى يصير توافق بيناتكم. تلاحظ؟ فإحنا لما نقول إحنا نحب الله جل وعلا لازم نطلب محبة الله. أين نجد محبة الله؟ نجدها في كتابه، كل ما أراد الله جل وعلا من عباده ذكره في القرآن الكريم. فأنت ابحث في القرآن ما الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فستجد في بطون الآيات إن الله يحب المحسنين، ما زال، وهذا تأكيد، إن الله يحب المحسنين. إذن أنت حاول أن تجد في نفسك صفة الإحسان، أنك تعطي أكثر مما تأخذ، أنك تتفضل أكثر مما تفضل عليك، حتى على مستوى السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو مثلها. تلاحظوا لا؟ ليش؟ لأن هذا صفة المحسن، فحاول أن توجد هذه الصفة في ذاتك، صفة الإحسان في ذاتك، حتى الله يحبك. تجد في آية أخرى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هالصفتين ذني. ماكو ابن آدم غير اللي الله منعم عليه، الذين أنعم الله عليهم بالعصمة، ماكو ابن آدم ما يخطأ، ولكن الإنسان اللي الله يحبه خطأ يخليه أمام عينه، ما ينساوي يخليه خلف ظهره. المؤمن إذا أذنب ذنبه أمام وجهه ويخاف منه ويستغفر، ما ينساه، بعكس عمل من ذنوب المنافقين والكفار، يذنب ويرمي خلف ظهره. المؤمن إذا أذنب يسرع بالتوبة لأن ذنبه يؤلمه. الإنسان أنا اليوم قعدت ما صليت صلاة الفجر تلقى عندي مشكلة، أنا أؤنب نفسي، أنا أحاسب نفسي لماذا فعل ذلك، فأستغفر الله وشنو وأصر على عدم تكرار الفعل. أما تجي لك إلى إنسان يخطئ بحق الآخرين، وإذا قلت لك قال لك سوينا لك، إحنا هو ماكل فلوسك صار له سنين، هو يحكي عليك قدام الناس ما قد غيبتك وعنده لا شيء كأنه كل شيء ما مسوي، لماذا؟ لأن يذنب وينسى ذنبه. هذا الفرق، المؤمن ما ينسى ذنبه، المؤمن دائما تقصيره أمام عينه، بالليل إذا حط راسه على الوسادة يحاسب نفسه، فدائما الله جل وعلا يدري. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ماكو واحد ما يخطأ، ولكن الله يحب اللي يتوب من خطأه ويصمم على عدم العودة. التواب حبيب الله، المنيب إلى الله، الذي دائما يعود إلى الله سبحانه وتعالى، أواب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن إن الله يحب التوابين بعد، ويحب المتطهرين. إخواني هذه لفظة المتطهرين أو المطهرون، هذه لفظة واسعة جدا، ابتداء من الطهارة الظاهرية وانتقالا إلى الطهارة الباطنية. سؤال، لأن النجاسة تنقسم قسمين، أكو نجاسة ظاهرية وأكو نجاسة باطنية. هسه هذه إيدي الحمد لله طاهرة، إذا وقعت عليها قطرة من النجاسة سواء كان دم أو غيره، هذه إيدي شنو حكمها الآن؟ نجسة، ماذا أفعل؟ يجب علي أن أطهر. هذه اليد التي وقع عليها قطرة من الدم نجسة، نجاسة ظاهرية، يعني يكفي أن ماذا؟ أضعها تحت الماء، إذا جرى الماء عليها طهرت، زالت عين النجاسة، طهرت إيدي، هسه حكمها شنو؟ طاهرة. ولكن نفس الإيد إذا سرقت بيها ألف شنو حكمها الآن؟ من ناحية النجاسة الظاهرية هي طاهرة ليست نجسة، ولكن نجاسة باطنية، هذا ذنب، والذنب يؤدي إلى شنو؟
عكس الطهارة الباطنية. إذن كيف أطهرها؟ هل أذهب إلى الماء، أروح للماء وأشطف إيدي، أسرق لي مبلغ مليون وأروح أشطف إيدي أو أسبح؟ كلا، هذه نجاسة مختلفة، هذا ذنب يصيب النفس البشرية. إذن ما هي طهارتها؟ حالتين، إما التوبة أن أرجع المبلغ وأتوب من السرقة، طهرت تلك اليد، وإما يلقى عليها القبض وتقطع. شنو حكم السرقة والسارق والسارقة؟ قطع اليد. إذا انقطعت اليد طهرت. هسا أجلكم الله، الزاني كم نجاسة عنده؟ الزاني له نجاسة ظاهرية، هي نجاسة البدن أو الثياب، هاي تغسل بالماء، وعنده نجاسة باطنية اللي هو يروح يغتسل غسل الجنابة، ها؟ وعنده نجاسة ثالثة اللي هي شنو؟ نجاسة ارتكاب المعصية. شنو علاجها؟ إما التوبة وإما إقامة الحد. لما يجلد 100 جلدة يطهر، تلاحظ؟ فإذا لا يطهر الزاني إلا بإقامة الحد عليه أو التوبة من ذلك الذنب. إذن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن إحنا لازم يصير عندنا هذه الخصال، إنه نذنب نتوب نرجع إلى الله حتى نكون محبوبين عند الله، وإذا تعرضنا لنجاسة ظاهرية أو باطنية نسارع إلى التطهير. المؤمن حتى لو كان بيته متواضع لكن نظيف وطاهر، لا يدخل في بطنه إلا كل طاهر، ولا يستعمل إلا كل طاهر، وبيته نظيف وطاهر. للأسف الشديد إحنا يوصل إلى مراحل بالإيمان تلقى صيام وصلاة وانقطاع، لكن لما تجي على ألف باء الإسلام، ألف باء الرسالة العملية ما تجدها، تجي تقول له بالله عدد لي النجاسات ما يعرفن. لازم المؤمن يقعد مع زوجته بالبيت، يا امرأة النجاسات كذا، الدم، الغائط، البول، المني، الكلب والخنزير، البريان، الخمر، الفقاع، الميتة، مو شكله لا، المشرك، إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذن علمها حتى من تشتغل ببيتي تعرف النجاسات والطهارات. اليوم احنا وصلنا بشوارع المسلمين جاي نشوف الناس يدخلون الكلاب حتى في سياراتهم، في بيوتهم، في أسرتهم، يحتضنوهم، حاملينهم، شايلينهم، يعتبروها نوع من التطور. هذول يعني ما هم مسلمين، ما يعرفون هذا نجس، ما يعرفون هذا طاهر. فالمشكلة إنه الإنسان ما يعرف تكاليفه شنو. فلازم نبحث بالقرآن، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتوكلين. توكلوا على الله دائما، كل أمر اللي عندك تأدي اللي عليك والباقي على الله سبحانه وتعالى، تأدي الجهد مالك. أنا يعجبني أحد الأطباء من أطباء الجراحين في قسم العيون، لما جبنا لأحد الأصدقاء لإجراء العملية لاحظنا كل عملية يدخل بغرفته يتوضأ يصلي ركعتين ويدخل العملية الثانية. فسألته قلت له دكتور أنت كل عملية؟ قال نعم، لأني أنا عندي أدوات وعندي علم، ولكن التمام والتوفيق والعافية والنجاح بيد الله. فأنا أتوضأ وأصلي ركعتين، أطلب من الله أن يتدخل بالعملية. فلذلك تشوف عملياتي الحمد لله كلها ناجحة. إذن أكو نوع من التوكل، إن الله يحب المتوكلين. صحيح أنت عندك فلوس، صحيح أكو مستشفى، صحيح أكو أطباء وأدوية جيدة، ولكن التوكل لا ننسى. يا مسبب الأسباب من غير سبب، يا سبب من لا سبب له، سبب لي سببا تنجيني من هذا المرض، وادخل توكل على الله. صلاة الأم في بيتها هذه تتحول إلى توفيق. احنا نشوف الأم إذا ابنها يتعرض إلى عملية أو يحتاج إلى عملية خطرة، تلقى الأم وين قاعدة؟ بالمستشفى، تتوسل بالحارس، تتوسل بالطبيب، بس تريد تدخل. بينما الإمام الحسين عليه السلام لما تعرض ولده علي الأكبر إلى المعركة ودخل في وسط المعركة، ماذا قال لأمه؟ قال يا ليلى إني سمعت جدي رسول الله يقول شنو؟
دعاء الأم في حق ولدها مستجاب. قالت لأين أدعو؟ قالت خلي في عقر خيمتك، في عقر الخيمة صلي ركعتين، هذه الركعتين هي اللي تسبب النصر. فالأم في عقر بيتها صلاة ركعتين تتحول، ودعاء تتحول، وصدقة تتحول إلى توفيق للطبيب على نجاح العملية وعلى الشفاء. إذن يجب أن نعرف الميكانيكية. شوف كل شيء إلى ميكانيكية. شنو يعني؟ هسا أنت لما تريد تعد لك خبزة هم أكو طريقة للإعداد، هم شلون تجيب الطحين وشلون تخلطه بالماء وشلون تحط الملح وشلون قد تحط خمرة إلى طريقة، شلون تسوي طعام معين إلى طريقة. أكو نساء تجيب كل المكونات وذبتهن بالجدر، فطبخة أم فلان تختلف عن طبخة. يعني تعرف الميكانيكية، تعرف متى تضع المادة الفلانية ومتى تضع المادة الفلانية. فإحنا كذلك كل فعل، كل قضية لازم نعرف ميكانيكيتها، كيف تحصل، كيف يحصل التوفيق، كيف يحصل التوكل، لازم ندرسه من خلال القرآن الكريم. إذن هذا هسه كلامنا بالنسبة إلى استقراء القرآن حتى نعرف ما هي الصفات اللي الله يحبها بينا. ما يكفي أنك أنت تحب الله جل وعلا، لازم الله أيضا يحبك حتى تفوز وتنجح. نفس الكلام ينتقل إلى النبي صلى الله عليه وآله. إذا أنت تريد النبي يحبك ويشفع لك وتكون أنت منه وهو منك، يجب عليك أن تفعل الأشياء التي يحبها النبي. ما هي الأشياء التي تقربك إلى النبي؟ تقرأ حياة النبي، تفعل أفعال النبي، تشوف النبي ماذا يحب أنت تحب، ماذا يكره أنت تكره، كيف يتعامل أنت تتعامل، ماذا يأمر أنت تطبق، ماذا ينهى أنت تترك. هذا وإحنا بيننا وبين النبي 1400 سنة. إذن يريدنا شنو؟ يريدنا اطلاع على حياة النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك ينتقل الحديث وين؟ إلى أئمتنا الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، لأم شفعاء الأمة. نحتاج إلى التقرب إليهم. أنت لا يكفي أن تحب علي بن أبي طالب، المهم أن تجد طريق، أن تجد لك طريقا لأن يحبك الإمام علي بن أبي طالب. لابد أكو حالة من التقارب بين الاثنين حتى تنجح العلاقة، لأنها علاقة زوجية. وبهذا الصدد ذكرنا حديث للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إحنا نسأل ما الأشياء التي يحبها علي؟ ما الأشياء التي إذا اتصفنا بها كنا في نظر علي عظماء؟ الآن هل علي بن أبي طالب عظيم في نظركم أم لا؟ شو تقولون؟ شنو الجواب؟ هل الإمام علي عظيم في نظركم؟ الجواب نعم، تحبونه، توالونه، وتعظمونه. طيب هل أنتم عظماء بنظره حتى يصير تقابل؟ هل أنتم بنظر علي عظماء؟ الجواب هنا يجب أن نبحث في فكر علي، في حب علي، ما الأشياء التي يحبها علي سلام الله عليه حتى نحن نفعلها. إذا فعلناها كبرنا بعين علي. ولذلك وجدت هذا الحديث يذكر به 11 نقطة، 11 أمر، أمرا. هذني 11 يقول الإمام، يقول كان لي أخ، كان لي أخ في الله عظم في عيني. يعني هو الإمام يقول هذا الشخص صار عظيم بعيني. لماذا عظيم بعينك؟ هل كثرة أمواله؟ هل عدد عشيرته؟ هل قوة بدنه؟ ما هل جمال وجهه؟ ما الذي جعل هذا الشخص عظيم بنظر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ يجب أن نطلع على هذا الحديث بدقة وتفصيل حتى نستطيع أن نكون عظماء كما أصبح ذلك الشخص عظيما بوجه علي أو بنظر علي. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هسه هذا الحديث راح نأخذ منه نقاط ونترك النقاط للمحاضرات الأخرى حتى لا ننسى. كان لي أخ في الله عظم في عيني. لماذا؟ قال لصغر الدنيا بعينه. إذن أول نقطة، إنك يجب أن تكتشف الحقيقة.
أنه أيهما أكبر، أيهما أعظم، الآخرة أم الدنيا؟ الجواب القرآن يقول وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. هسه احنا نحسبها إحساب عرب، قايس بين الدنيا والآخرة، الدنيا منقطعة والآخرة دائمة، فالإنسان العاقل يبحث عن الدائم ولا يبحث عن المنقطع. الدنيا دار تبدل، لا سعادة تدوم ولا عافية تدوم ولا غنى يدوم ولا سلامة تدوم أبدا، فالسليم على وشك أن يمرض، والغني متعرض للفقر، والسعيد لا بد أن تأتيه طامة فيصبح شقيا وحزينا، والقوي لا بد له من يوم أن يضعف، والحي لا بد له يوم أن يموت. إذن الدنيا لا أمان لها ولا أمان لرزقها أبدا، ما تعطيك إلا تأخذ الأضعاف أبدا، من اللي انطدت أكثر مما أخذت، وبالتالي تمن على ما أعطتك. أما الآخرة رزقها كريم، رزق الآخرة كريم، كريم يعني بلا مقابل بلا حساب، فوق طاقتك وفوق ما تستحق، يعطيك ربك حتى ترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى عطاء حسابا. حسابا يعني شنو؟ يعطيك لحد ما تقول حسبي كفاني، يقول لك بعد ولدينا مزيد. إذن الدنيا قصيرة، حقير عيشها، حقير رزقها، أما الآخرة هي الدائمة هي الباقية. أنت تقارن مليارات، المليارات تقارنها بالآحاد والعشرات، أنت كل حياتك بالدنيا إذا طولت فد 100 نقول 100، روح 200 سنة ما حد يوصل 200، خاصة في وقتنا هذا. هسه متوسط عمر الإنسان بهذا الجو وبهاي الضغوط النفسية وبهاي السياسة اللي نشوفها وبهاي الأمراض النفسية وهذا الشد العصبي 60 سنة، وزين إذا توصل للستين، بينما الدنيا الآخرة مليارات السنين. لكن الله شي يقول؟ أنتوا عندكم الآخرة أقوى ومؤثرة لو الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا، أنتم تؤثروها، هي بالأصل ليس لها قيمة، بل تؤثرون. يعني إذا جالك أمر للدنيا وجاك أمر للآخرة، أمر الدنيا يؤثر عليك أكثر من أمر الآخرة، بل دخلت الدنيا في شؤون الآخرة. يعني أنت المفروض وأقم الصلاة، شنو إن الصلاة شنو تنهى؟ تنهى من؟ تنهى المصلي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وتنهى صاحبها، زين، يعني معناه الصلاة هي اللي تأثر بحياتك، لما تصلي وتطلع من الصلاة كون صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر، تنهاك عن الكذب والغيبة والنميمة والسرقة والخداع والخيانة، ها؟ لكن الآن شنو اللي أصبح؟ بالعكس، الدنيا تؤثر بالصلاة، يعني وانت بصلاتك وين تفكر؟ تفكر بالدنيا. إذن ليست الصلاة هي التي أثرت في الدنيا، وإنما الدنيا أثرت في من؟ في الصلاة. وهذه الأسئلة كثيرة، مولانا بالصلاة نشك بين ثلاثة، ما ندري هاي الثانية الثالثة الرابعة، ما ندري الدليل شنو؟ الدليل على غياب التوجه، غياب الذهن، وانشغال الإنسان بأمور الدنيا. ولذلك هل لي القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هسه يا ريت عندنا بيع، ما عندنا بيع. ذاك يقول وذروا البيع، يعني جاي لك بياء بشراي سيارتك تريدها ب10 ملايين، جاك خوش شراي ب12 مليون، والصلاة صيح قد قامت الصلاة، تروح تبيع سيارتك لا يروح المشتري لو تجي تصلي؟ لاحظ له لا، القرآن يقول وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بعدين شو يقول؟ يقول وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ها؟ صح له لا؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هسه حم يا ريت تجارة موبايل مسج اجتك صلي وقرا المسج. لا اول مرة يشيك المسج اول ما يقعد الصبح ما يروح قبل الوضوء للصلاة، لا يشيك المسجات ويشوف الرسائل ويشوف الردود عليها ويكمل الأشياء الجايته، إذا خلص وزادت قام للصلاة، وإذا توضأ وأقام الإقامة ويريد يكبر وإجت مسج يطفر من السجادة يجي يقراها ويرجع. شو تقولون أحكي عن المريخ لو علينا؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. طيب إذن أول صفة اللي خلت هذا الرجل يصير عظيم بعين الإمام علي شنو؟ صغر الدنيا في عينه، هاي واحد. اثنين يقول وكان خارجا عن سلطان بطنه، كان خارجا، ترى ثلاثة أرباع مشاكلنا من وراء البطن، الكل تركض تريد تأكل، لاحظوا لا هسه مشاكلنا علي من احنا هي وعلى الرزق، تريد تركض تريد يجيب لك لقمة تأكله. فهذا الرجل يقول طالع من سلطان بطنه، يعني بطنه ما مسيطرة عليه، عند الكرامة أهم من البطن، يعني يدعوك واحد تاجر مخدرات هو يقول لا حضوري صحيح بمائدة دسمة ولكن فيه معصية لله فأنا ما أروح المكان اللي فيه معصية وغناء وكذب وخروج عن الدين، صحيح بي لقمة طيبة بس أروح لو ما أروح أوازنها. لاحظ فشي يقول الإمام علي، يقول وكان خارجا من سلطان بطنه فلا يطلب ما لا يجد، يعني الشيء اللي ما أقدر عليه ليش أتمناه، الشيء الموبيدي أنط فلوسه وأقدر ليش أتمناه، إذا أنا مقدرتي على خبزة وخضرة ليش أظل بأمل أن أروح إلا أكل مفطح، ليش شنو القضية؟ أنا على قد حالي خلي يكون خرجي على قد ما أتمكن، ماكو داعي أني أمديدي وأسرق وأجمع الأموال وأكذب على مود أكسب المال وأخون على مود المال لأجل أن أشبع بطني، هذه البطن البشرية على خبزة وخضرة تشبع وإذا لحمة وسمكة هم تشبع، هسه أنت ما أدري كانش ماكل، أكو ناس تحب ما يوجهها قطرة الوجه لا تطيح من أجل لقمة ومن أجل هذه البطن، الناس ما داعينك أنت قاعد بالوسط شنو؟ ما داعينك أنت رايح ليش؟ يقول كان لا يطلب ما لا يجد، ما دام أنا ما أقدر ما أروح وراها الشغلة هذه، أكو بيهم يداين على مود يكشخ يريد بس يبين روحه ترى هو شبعان. شيء بالشيء يذكر أكو واحد من كان يجي للديوانية للمضيف شي يسوي؟ عنده شحمة صغيرة أي اللي مال تطلي الخروف قاصلة وصلة عند ضامها، شي يسوي هو يأكل يعني أكل طبيعي عادي، بس قبل لا يدخل المضيف يدهن شواربة عود شني يعني أكل اليوم دسم ويتلي في ديه، تدرون هاي ريحة الدهن مبينة، ومن يدخل والله دسمة كانت الذبيحة اليوم، يعني عجيب شلون ذبيحة، تالي آخر شيء يوم من الأيام قاعد بالمضيف إجت تبته ورا قالت له يوبا يوبا هاي الشحمة اللي تدهن بها شواربك كلتها البزون، وانفضح فضيحة زين، يا ما ناس فضحتهم بطونهم. فهاي شهوة البطن النبي صلى الله عليه وآله يحطها من الثلاثة الموبقات، ثلاثة شنو؟ البطن والفرج واللسان، من وقي قبقبه وذبذبه ولقلقه، القبقب البطن والذبذب الفرج واللقلق اللسان، إن ذن الثلاثة. النبي صلى الله عليه وآله يقول المعدة بيت الداء، يعني كل مرض بجسمك منين يجي؟ من المعدة، والحمية رأس كل دواء. هسه روح لأي طبيب يقول لك الحمية، لا تكثر من الشحوم، لا تكثر من السكريات، أصلا لا تكثر من الطعام، أكو بيهم ما يقوموا من الطعام إلا شنو بعد ما بيتنفس، يقول له أكل وخلي بطنك بعلو تشف تشف الخاف بعد أسبوع ما تلقى أكل، تلاحظ؟ بينما قاعدة الإمام الصادق عليه السلام واقعا قاعدة طبية صحيحة، إحنا نخلي الأكل على الوقت، بثمانية يكون ريوك، بالوحدة بعد غدا، بثمانية العشاء أو بالعشرة، أنت شلك قرض بالوقت؟
طبق قاعدة الإمام الصادق عليه السلام، شي يقول؟ نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. يعني أقوم من الطعام وبعدني شنو؟ أشتهي، بعد أقدر أملي. اخرج من الطعام بهذه الحالة، تعيش سالم، أكل قليل تأكل دائما، مو شكل هذا المثل المعروف. فإذا يقول كان خارجا من سلطان بطنه، شنو؟ لا يطلب ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد. يعني هذا العظيم بعين الإمام علي، يقول حتى لو اليوم رزقه كثير، حتى لو اليوم عنده زاد، ما يكثر، ما يكثر، لأن طبيعته أنه يحافظ على هذه الشهوة لا يخليها تسيطر عليه. تلاحظ له لا؟ إذن شوف الصفة الأولى شنو؟ عظم في عيني لصغر الدنيا في عينه. اثنين، وكان خارجا من سلطان بطنه لا يطلب ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد. بعد قال وكان أغلب وقته صامتا، يشتري ما يبيع. أخواني ترى الرجل هسه ما عدا ذول الثلاثة، هسه نقول المحامي يكون يحكي، المحامي سلاح لسانه، جاي إذا ما يدافع عن المتهم ويجيب التبصرة ويجيب الخوي يموت من الجوع، والمتهم ما لا ينعدم. وبعد والمحاضر المعلم، هسه أنا إذا أقعد ساكت شنو فايتي؟ كون أحكي، مو صحيح؟ وبعد يقول لك والمرأة، المرأة سلاح لسانها، بس تقطع لسانها تموت من الجوع، تموت من القهر مو من الجوع. زين لولا هذول ثلاثة عندهم اللسان مهم، المعلم ومن ضمن الخطيب والمحامي والمرأة. طيب فيقول هذا أغلب وقته صامت، يعني يشتري ما يبيع، قليل الكلام كثير الصمت، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. زين سكوت عن جهل، لأنك واحد ساكت جهل ما يدري يحكي، الناس تحكي وجاهل ساكت، فهذا سكوته ليس عن علم، هذا سكوته ليس حكمة، سكوته جاهل. وخلي أقلكم في النقطة، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول صدر الديوان، هسه صدر الديوان وين يصير؟ صدر المجلس ما ندري، هسه كل ديوان إلى صدر. يقول هذا الصدر لا يجلسن أحدكم صدر المجلس إلا وفيه ثلاثة خصال، ثلاث صفات عدة، هذني يخلن عند لياقة أن يقعد بصدر المجلس. يقول وإلا إذا ما عند ذني فهو أحمق، يعني يخلي روحه في مكان اللي ما يليق به، يحرج روحه. ثلاثة حتى تتصدر المجلس تقعدكم بيك ثلاثة، شنو هن؟ قال أولا إذا سألوه أجابهم، يعني عنده علم يجاوب، من يسألونه يجاوب، بس مو كل جواب، مو أكو بيهم، ترى احنا عندنا فت حالة بمجتمعنا ما المسألة يقول ما أدري، لا ما يقول. هسه خلنا أقول لكم سيارتي شوية تقطعها، كلكم تصيرون ميكانيك، هذا يقول لي واير الشمع، ذاك يقول لي البنزين، هذا يقول لي المصفي وصخ، ذاك يقول لي مو، صيرون ميكانيك. خلنا أقول لكم راسي يوجعني، كل من يمديد بجيبه يطلع لي حب، هذا باراسيتول، ذاك كودائين، هذا إسبرين، مو صيرون أطباء. خلنا أقول لكم مثلا جاي أبني بيت، كلكم تصيرون مهندسين، ابني هذا الشكل وسوي ذاك، صح أقول له لا؟ لذلك الإمام علي عليه السلام يقول وبردها على قلبي. قالوا له شنو بردها؟ اليوم قلبك بارد؟ قالهم إذا سئل الإنسان عما لا يعلم فيقول لا أعلم. أرح واسترح، أرح واسترح، أنت مرتاح واللي سئلك مرتاح، يروح يشوف له غير واحد، بس إذا تعرف لا يختلف الموضوع. فيقول صدر المجلس لا تقعد بي إلا وثلاث خصال عندك، إذا سألوه أجابهم جواب صحيح، وإذا استنصحوه نصحهم، يعني عنده تجربة، عنده خبرة بالحياة الاجتماعية، ها، بحيث إذا طلبوا النصيحة عندما يعطي من نصائح. بعد قال وإذا سكتوا ابتدرهم، إذا الناس ساكتة عنده سالفة يسولف بيها، يقدر يدير المجتمع. أما لا أولى ولا ثانية ولا ثالثة عندك قاعد بوسط المجلس شو تسوي؟ هسه احنا عندنا كان مجلس في غرفة صغيرة يذكرون الإخوان، وحاطين المنبر عبارة عن كرسي في وسط صدر المجلس، من يجي الخطيب يطب يلقاهم 20 مننا و20 مننا متضايقين وقاعدين، كون يقعدون وين؟ صف المجلس، يابا مريد يجي خطيب
ويريد يجي قارئ قرآن، ويريد يجي مداح يقعد، غير هذا مكان المعلم الجاي. زين انت ملف الفروح اكو قاعد ومحصور على شنو؟ صير على صفحه مو لو لا. هذه ليست اهانه للانسان، بس كل واحد الى مكان معين يقعد به، صح اقول له لا؟ اذن هذا يقول عظم في عيني، ليش؟ قال كان اغلب وقته شنو؟ صامتا. بس اذا قال اسمع، بس من يريد يحكي، اذا صمت مو عن جهل، صمت عن حكمه. اشتري اقرأ، واحد اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ مرة ثانية وربك الأكرم، بعدين الذي علم بالقلم. يعني كم مرة اقرأ؟ اقرأ مرتين يلا تكفي القلم مرة. اسمع 10 ساعات يلا تقدر تتكلم نصف ساعة. زين هذا اللي عظم في عين الإمام علي عليه السلام، يقول كان أغلب دهره صامتا. فإذا قال ها حسن الإمام يريد يوصف، إذا حكى هذا شي يسوي؟ فإذا قال بذ القائلين. شوف أكو جذة وأكو بذة. جذة يعني قطع، يد جذاء يعني مقطوعة، أما بذة يعني أسكته. بذ القائلين يعني اللي يحكون يسكتون إذا حكى هو. لماذا؟ لجزالة كلامه وقوة علمه. من يتكلم يسكت الكل، لأن عنده حجية وعنده كلام منطقي وعنده كلام مختصر واضح في صلب الموضوع، لا يروح يمين ولا شمال. تلاحظ هو أغلب دهره شنو؟ ساكت. لكن إذا حكى يقول فإذا قال بذ القائلين. بعد ونقع غليل السائلين. نقع نقع، شايف هسه أنا من أجيب هاي ولو ما فاتحينها، هاي أطلع لك ورقة من ديل من ناك لينكس، وين أحطها؟ بالماي. شو يصير بها؟ تنقع، تسحب ماي إلى درجة وين تغط؟ تغط بالماي. نقول نقعت، ها نقع المنديل، يعني شرب ماي بحيث الماي أحاط به من كل جانب. وياي التصور؟ يقول هذا إذا سألوه، إذا تكلم أول مرة يسكت بذ القائلين، يسكتهم. وينقع غليل يعني السؤال، من تسئل سؤال ما يجاوبك جواب بسيط، لا لا، ينقع سؤالك بالجواب. هل قد ما الجواب واسع بحيث سؤالك وين يروح؟ بالداخل، يعني يحيط السؤال من جميع الجهات. مثل ايش؟ مو هي المشكلة هسه اكو واحد طالع يقولوا له سيد، ولا ما هو سيد، فد واحد هتيت، فد واحد جاهل، فد واحد صغير ولابس العمامة. هسه هاي المشكلة، ترى 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 مو المؤمن صار حرامي، لا، هو الحرامي لبس عمامة، صح؟ مثل ما يقول السيد الإمام، يقول أصلا هو سرق العمامة من عندنا قبل لا يسرقكم، سرق العمامة قبل أن يسرق الناس. تلاحظ له لا، ما يسمون علي الشريفي، ما سامعين شايفين أنتم بلا. هسه طالع له بقضية، طالع له بقضية أن ينكر عذاب القبر وينكر الحساب وحتى ينكر الإسراء والمعراج. يقول زين النبي شلون صعدوا بالإسراء والمعراج؟ زين هو أصلا بعد لا جنة ولا نار، ولا بعد صاير يوم القيامة، كان النبي شنو شاف؟ ناس محترقين ونساء كذا وناس بالجنة متنعمين، شلون؟ منين؟ شلون تريد تقنعوني؟ طبعا هذا من غباء جاي يتكلم، وهذا لو أكاديمي، لو شوية مطلع، عنده شوية علم، ها كان عرف. هسه أنا كمهندس لما أرد أسوي مشروع، أسوي له موكيت، ها ما أسوي له نموذج؟ أسوي له نموذج حتى من تجون أنتو المستفيدين من المشروع أشرح لكم، أقول لكم هذه عمارة وهذا شارع وهذا جسر وهاي النهر وهذا باركينج سيارات وهذا مول للتسوق، ما شكل هذا يسمونه سمول سايز موكيت، أنا أسوي المن حتى أنت من تجي تفتهم المشروع. إذا معمل أقول لك هذا الإنتاج وهذا مواد الأولية ومنها تدخل ومنها تطلع وهكذا يحدث ما يحدث. شايفين هاي الأمور لا ما شايفينها؟ الطبيب قبل لا يشتغل بالطب يسووله موكيت، لو ما يسموله ويسووله جسم إنسان بلاستيكي حتى يشتغل عليه، ها؟ فكذلك
هذا في علم الله لما النبي صعد للأعلى، الله أعلم العالمين، الله هو العالم. فالله جل وعلا خلق لنبيه صورة من الجنة وصورة من النار فأطلعه عليها، يا فلان يا ابن فلان، تلاعظ له لا. فهذول الناس اللي يتكلموا ما عنده علم ما يقدر يحيط. بينما شوف الإمام الجواد عليه السلام لما أرسلوا عليه يريدون يفحموه باعتباره استلم الإمامة في عمر صغير، فأرسل عليه أرسلوا عليه وجابوا له جل العلماء، قالوا لهم أريدكم تسألون سؤال بحيث ما يجاوب. دخل الإمام الجواد عليه السلام قام لأحد الفقهاء سأله قال له ما رأيك يا ابن رسول الله بمحرم قتل صيدا؟ محرم واحد رايح للحج محرم قتل صيدا، شنو الحال شنو رأيك؟ فالإمام جاوبه قال له في حل أم في حرم؟ لأن أنت من تروح تدخل مكة مو تدخل محرم، لما تسوي طواف القدوم ها نسوي الطواف وتسعى وتصلي كذا تحل حرامك لو ما تحل؟ ها تحل حرامك، والتاني شنو يوم التروية وتطلع إلى تحرم مرة ثانية، والنوب وين تروح؟ تروح إلى جبل عرفة، يعني تحرم مرة ثانية. قال لا في حل أم في حرم؟ هاي وحدة سؤالك، محرم قتل صيدا في حل أم في حرم؟ وحدة. اثنين، عالما أم كان أم جاهلا، صغيرا كان أم كبيرا، زين الصيد صيد بر أم بحر، وهذا صيد البر من كبار الطيور أم من صغارها، في نهار أو في ليل، وتقسم لك المسألة إلى 30 فرع. نفس السائل ما يدري، يعني هو نفس السائل ما يدري، يعني جاب السؤال وين نقعه بجميع الاحتمالات وأجاب على كل احتمال، بمعنى وضع السؤال وين نقعه بالجواب. هذا شيء يدل على الوفرة العلمية، يعني الإمام علي عليه السلام يحب من عندنا أن تكون عندنا وفرة علمية، يعني من تقرأ بالفقه خلي عندك وفرة، لا تخلي فقط الأمور. هسه حتى الأخوة الخطباء مثلا لما يجي مثلا يحضر له موضوع لازم الموضوع هذا يحيط بعلم كامل ليتوقع سؤال من الجالس. يعني أنا أرد أتكلم أرد أقول مثلا هذا الفضاء فيه مجرات وفيه ثقوب سوداء وفيه، أنت جد تقول لي وما هي الثقوب السوداء؟ شو أقول لك؟ أقول لك ما أدري. الشيء اللي ما تدري بيه ليش تتكلم عنه؟ ليش تدنى له أصلا؟ لهذا من يسألك وتقول له ما أدري يقول لك أنت جاي تتكلم عن شيء أنت ما داري بيه، فكيف راح تكلمني؟ الوفرة العلمية مطلوبة، اقرأ حواشي المعلومة، حاول تتوسع، لا تكتفي بالقضية، توسع قدر إمكانك بالمعلومة اللي تنفعك حتى يتوسع عقلك وإدراكك وتستطيع أن تدرك ما لا يوجد إدراكه عندك. كل ما تتسع أكثر كل ما يصير عندك قدرة استيعابية للمواضيع الأخرى. إذن الإمام علي يحب هذا الرجل واعتبره عظيم لهذا النقاط اللي ذكرتها، صغر الدنيا في عينه، كان خارجا عن سلطان بطنه، وكان أغلب دهره ساكتا، فإذا قال بذ القائلين ونقع غليل السائلين. تبقى عندنا تقريبا 7 خصال نتكلم عنها في محاضرة أخرى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم شافي مرضانا، واقضي حوائجنا، واكشف همومنا، واغني فقراءنا، وترحم على أماتنا وأمات المسلمين، ومن مات على ولاية وحب مولاي أمير المؤمنين، وبالأخص إلى روح الحاج كاظم القمراوي رحمة الله عليه. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.